مرحبا بكم، كانت ناكل الفيديو هذه هي الصورة بارتاجي على الفيسبوك، دونك نجم يتابعوها كامل الكل. راح بمساعدة لمدتنا تاع هي البلاتفورم، وبكام ده اللي يشاركوا معنا في الحصة المباشرة اللي باش نصلحوا فيها اليوم دي زيكزرسيس نتاع جينيتيك يومان. أعطيت لكم باك لكم لو نتاع الباك مات 2019 باك مات سيسيون دو كونترول 2019 اللي موش كوريجي عندكم في الانترنت ولي تري انتريسون نجمو نخدمو عليه مليح ودون لو بروغرام تاعكم السنه بالضبط. دونك مرحبا بنرمين وآية الله، دونك عندكم اي حاجه في العاده تخلو، واي واحد عنده اي سؤال اي تدخل نجم يكتب ونجاوبوا على كل شيء. باهي، اول حاجه في الجينيتيك لازم نتعلموا اهم حاجه عندنا هو الكمية داخل الجسيس كامل ساعه من الاول للاخر باللي كيسيون الكل، ومن بعد يرجع يعاود يبدا يجاوب على الاسئله بتاعه واحده واحده. باهي، خلينا نقص على الجسيس ومن بعد نعطيكم شويه نصائح وفير ميزير واحنا نقدم في الحصه بتاعنا اليوم. باهي، دونك كما قلت لكم هذا الاكزرسيس تعطاه في الباك كونترول باك مات 2019 كما قدامكم. دونك نقرا لي زينونسي. On se propose de déterminer le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez une famille dont la mère est atteinte. Le document 1 montre les résultats d'électrophorèse de l'ADN du gène de la maladie réalisé chez certains membres de cette famille. Donc, demna, on a un parent sain, le fils 1, le fils 2, la fille. Ben, donc, on va la première question. Identifie parmi les allèles A1 et A2 celui qui est responsable de cette maladie. Deuxième question, déterminer le mode de transmission de cette maladie. Troisième question, représenter l'arbre généalogique de cette famille. B, c'est-à-dire la première partie. Bad. Alors, le fils de et sa femme saine attendent deux vrais jumeaux, craignent que ces derniers soient atteints par la maladie. Déjà, je connais le fils de. D'ailleurs, le fils de Palk, il s'est marié avec une femme saine, où il s'est marié avec deux vrais jumeaux, donc Mohamed Maloum, et qu'il y a que ces derniers, les vrais jumeaux, là, soient malades. Mais, question, le chrétien va devoir montrer dans quel cas la crainte du couple serait justifiée. Mais, شكون يبدا تبدا نرمي معانا ولا شكون يحب يدخل؟ دونك نعاود توقينا الكل دوفوار فهمي شو قال لك نبدا من وجهي تو. On se propose d'examiner le mode de transmission d'une maladie héréditaire chez une famille dont la mère elle est atteinte. Le document 1 montre les résultats d'électrophorèse d'ADN du gène de la maladie réalisée chez certains membres de la famille. Donc, هذه هي الالكتروفوريز. ونجاوبوا على السؤال الأول، قال لك ايدونتيفي بارمي لي زاليل A1 و A2 سلوي كي ريسبونسابل دو لا مالادي. تفضلوا شكون عنده إجابة؟ بيرس ألو نرمين. وي مسيو نسمع فيك. باهي، جاوبنا على السؤال. باهي. قالك ايدونتيفي بارمي لي زال 1 و 2 سيلو كي ريسبونسابل دو لا مالادي. ردوا معنا. الادوش تلقاه هو الريسبونسابل. علاش عنده ريسبونسابل دو لا مالادي؟ خاطر نعرفوا احنا انه البير سان ما بوسيد با ال A1. شنو لو بير سان شبيه هاي؟ دونك لا سامحني كلامك صحيح كامل. عاود قلت عاود شقلت قلت انا قلت انه البير سان ما عنده معناتها ما بوسيد با ال A1 دونك لا
خبر. Il ne possède pas, il possède un. صحيح. عنده بلوس. اي معناتها العدو هو اشتقى المال هذا. اكزاكتومون صحيح. انا حبيت نقول لك خاطر قلت لي انت ne possède pas un. حبيت نثبت معاك. ايه ده كلامك صحيح. دونك هنا دونك دابري دوني effectivement elle est le père et les saints donc هذاك هو هذيك باش تعاونها برشا. دونك اون رمارك لو بير سان نو بوسيد كو ا ا للسان اي ا دو الى المالاد الى المالادي. هذولي واضح. هاي الميكرو محلول نرمي هاي ديتيرميني لو مود ترانسميسيون دو سيت مالادي. عطاني نعاود نثبت في دوني المود ترانسميسيون. شنو نقصدو بها هنا؟ شنو نقصدو بالمود ترانسميسيون؟ اسكو ريسيسيف ولا دومينون تاع الاليل؟ اي شنو اخر؟ معناتها لازم نحطو ليي او سيكس ولا اوتوزومال. اوتوزومال صحيح. انا مع بعض مستعلاهم تو هذيك المين. دونك شي قال لك اون سو بروبوز كذا كذا الدوكيمون مونت لي زيتا الكتروفوريز لادين دو المالادي به او عن الكتروفوريز. شنو نجم نطلعوا منها؟ خلينا نجاوب الموت تاعنا. ها نرمين وي مسيو تحاول تجاوب معايا. اش عندنا معطيات؟ عندك الكتروفوريز شنو نجم نطلعوا منها؟ باه احنا قلنا الادو هو اللي للملد يعني. اي الادو للملد. باه انا بعدها نجم نلقاوه الليل متاعنا دومينون. ظلي هوني هوني اسك ماش صحيح هوني غزل. فما ايبوتيز احنا انت جاوبت في الكيستيون قلت لي باش نوجد دومينونس وباش نوجد اسكي لي بورتي بار اوتوزوم ولا بار سيكسيوال صحيح ولا؟ اه باهي. في الكام تاع لوكاليزاسيون اسكي لي اوتوزوم بورتي بار كروموزوم سيكسيوال فما ايبوتيز ظاهره باش تنحى. شنو هي ايبوتيز؟ تراها نعاونك. تاع الايكغيك صحيح. علاش؟ خاطر لي دو في لا بيتو هذا لي دو غارسون ولا لا بالعكس الفي هي ما هي سير. كل صح كلامك صحيح. كمل اي كمل. انا فو انه البير شاتي لي غريغ دونك لازم نزوز القوام سين يعني صحيح يكونوا كيبوهم. سي فري اذا كان بورتي باري غريك. حاجه اخرى اذا كان بورتي باري غريك زاد في نورمال انت جبت لك الصحه معنا ما نقولوا لها لازم الفي لما دي توش كل بال اللي في لا في ما سي سا اسكو لا في عندها للملاد ولا ما عندهاش؟ لا لا للملاد ليس للملاد. اون بارل با دو لا مالادي شي لي فيميل. فهمت؟ ما نجموش نقولوا عندها لسا لسا للملاد معناها لو جين دو لا مالادي مش موجود جنب. لا اوكي هذا ايش معناها بورتي بار لو جين اكزيست با عندهم ما عندهم جنب. دونك لا نجم نقول عندها لسا لا عندها الملاد. اوكي واضح. هذيك هي الاسد دونك توصل الفي ديريكتومون هكا عندها لي دو زاد دونك سان با باتر بورتي بار غريك. هذه اول حاجه نعملوها نطلعوها ناخذ لي بوان عليها ساعه. فهمت ولا؟ دونك نعمل تاب الاولى كيما قلنا. دونك هاي قدامك. دونك هوني لا مالادي نو بو با اتر بورتي بار لو كروموزوم سيكسيوال غريك كار اون ا اون في كي بريزونت لا دو سيت مالادي. اوني كاتيغوري فيها. باهي توا اش قالي باهي هوني باش نعطيكم استوس صغيره. طبعا نرمي صفه عامه هوني ماهيش بورتي بار اش قاعد يا اوتوزومال يا بورتي بار الكروموزوم سيكسوال اكس. فما استوس هوني هي قمار نقمر بها لك تعاوننا برشا صفه عامه. هوني شو يقول لك هوني دون فاسون جينيرال ركز معايا لورسكونا الكتروفوريز دان بارون اي دو سون انفون كيما اللي عندنا في الاكزرسيس. Un parent, on parle que le père, on y marche sexe. Le parent et l'enfant tel. C'est-à-dire, le parent présente un seul type d'allèle,
والانفون بتاعه يبريزونت لوتر تيب دلال، يعني عكس بعضهم. بيرس نرمين سافات تسمعوا فيها. دونك هوني راي اوتوماتيك راي بورتي بار اكس. هذه استوس كيفاش نعملوها؟ بوزي اوتوزومال تو ما تجيش اوتوزومال، يجري غلط دونك ليه يجري غير اوتوزومال دونك لي بورتي بار اكس. كيفاش ترى نرمين كيفاش نخدموها؟ نعطيك الحل شنو نقولوا. معناتها كان عندنا هنعرف ان البارون بلوتو البير نتاعنا عنده العكس نتاع الفيس. هو هنا هو عاونك، لحظه خلي الميكرو محدود، هو عاونك عطاك بير وفيس سا سي فري. نجم يعطيك في دوفوار ان بارون ولونفون، بارون ما يعرفوش انثى ولا ذكر، ولونفون ما يعرفوش انثى ولا ذكر. كيما الكالي قدامنا تو هذه في صفه عامه، واضح ولا؟ يبدا عندك الكاد ان بارون عنده اون تاش، معناها لاليل عنده ان سول تيب دليل، واللونفون تاعو لازم يكون ولده عنده لوتر تيب دليل، عنده ان سول تيب دي لونفون لكن التيب المعاكس، واضح ولا؟ راهي سوبورتي بار اكس. بوزي اوتوزومال تو ما تجيش، علاش؟ كان جيت اوتوزومال، اش معناها اوتوزومال ساعة؟ صفة عامة، يقولوا لما دي اللي اوتوزومال، اوتوزوميك ولا لو كاركتير يبورتي بار كروموزوم اوتوزوم. نعرفوها هي موجودة على الكروموزوم، اش معناها موجودة على الكروموزوم اوتوزوم؟ معناها راهو لو سكس ما يهمش. كيما الأنثى كيما ذكر الناس الكل عندهم دوز ألين، صحيح ولا؟ إيه. باهي. نمشيو بالمنطلق هذا. دونك لونفون هذاك عنده دوز ألين، شو نوع دوز ألين اللي عنده؟ عنده دوز ألين أ دو، صحيح ولا؟ إيه. وحنا قلنا أون أبوزي أوتوزومال، معناها مين باش يجيب الأ دو؟ يجيب عن الأ دو عند البارون الآخر نورمالمون، صحيح ولا؟ إيه. وشنو لازم ياخذ مع عند البارون اللي بحذاه هذاك؟ أه أه. إسكو خذا من عنده أه أه؟ لا دونك ماهوش اوتوزومال. راهو لا جينيتيك تعتمد بالنسبه لي انا على ريزونمون سامبل. شنو ريزونمون تاعنا؟ ديما لازمك تخمم لي زونفون كيك سوا بوزي الكام تاعك اوتوزومال ولا بورتي بريكس ولا باريكس كيما تحب انت، كل كان وحده. لي زونفون انثى ولا ذكر شنو واخذاه مع عند بو وشنو واخذاه من عند امه، وشنو نجم ياخذ مع عند بو وشنو نجم ياخذ مع عند امه، اسكو لي بوسيبل ولا لا؟ فهمت ولا؟ اذا كان عندك ليزونمون هذا راك ما تروحش في حتى اكزرسيس كيك الصعوبه نتاعو. الحاجه الثانيه لازمك تعرفها وقت اللي نقولوا لا مالادي اوتوزومال اوتوزوميك، لازمك تجي المخ ديريكتومون اللي الناس الكل عندهم دو زاليل بطبيعه انديبوندامون من 2021 ما تقراش سنة. نقولوا بورتي باريكس اش معناها نبين بورتي باريكس؟ معناها مربوط بالكروموزوم اكس، صحيح ولا؟ معناها الفيميل الكل اش عندهم؟ لي فوميل كل بوسيد دو زاليت خاطر عندهم دو زيكس. ينجم يكونوا هوموزيغوت هيتيروزيغوت هذاك ما يهمنيش. لي مال اش عندهم؟ بورتي باليكس عندهم الال واحد على الاكس غير تقعد فارغ سافا. دونك هذوما اللي عندك عندك لي برانسيب هذوما كيبدا بورتي بالي غريك بطبيعه الال على الغريك ينجم يكون الساعة على الغريك ولا الملاد على الغريك ولي زيكس الكل فارغين وتشوف شكون عطى لي كري وشكون عطى لي اكس. اوكي اذا كان عندك النصوص هذوما راك ما تخاف من حد شيء. نرجع للاكزيس نتاعنا دونك هوني تقول القاعده هي دونك نعاودها ويسك لو بارون عنده لالين ولدو الال المعاكس عندهم ان سول تيب شاكار دونك شو نقولوا دون سو كا لا مالي نو با اتر بورتي بار اكس دون لو بارون اي لو بير اي لونفون ايت ان غارسون avec les phénotypes de père et le fit le bou ou le axe bravo شنو امبوزي اوتوزومال كيما كنت نحكي لونفون باش ياخذ ادو مع البارون الاخر ويزم ياخذ حازم لخاطر احنا كيف خلقنا ورثنا حاجه ما عندهم لا حاجه ما عندهم سا سي ما نجمش نورث حاجه برك معناها انا حتى كي تورث حاجه راهي فارغه مثلا دي جريك الكات تاع ليكس كيما تو لونفون هذاك الى اليتي مش مخذا حتى شيء مع عندو لكن خذا لي جريك نتاع بو اللي ما فيهاش لا لا دونك علاش مادام خذا لي غريك ما عنده بو دونك لو بير سورا لو بارون عنده غريك سي ان بير واللونفون خذا غريك ما عنده باش يكون ان غارسون سافا دونك il doit être un de ce parent ce qui n'est impossible donc la maladie n'est pas autosomique l'enfant hérite y de ce parent quand il nous حاجه
J'ai le jurisprudence ligue grecque. Il peut être que, donc, il ne peut être que le père et il a été X2, d'autres parents, il y a homme. Donc, arafna le bouche, andou, arafna le col, chon, andou, ou arafna hâte, l'on a de X à 2 à calche, ou X à 1, donc je vois andou, remandez. Neuf l'exercice intérieur. Neuf le principe. Bou, ou il doit andou, elle est le moaxi. Donc, automatiquement, chon, col. Si la maladie était autosomique, le père sain, ne possédant que l'allèle A1, serait de génotype A1 sur A1 et devrait transmettre l'allèle A1 à tous ses enfants. Il ne possède que l'allèle A2. Donc, la maladie n'est pas autosomique. Donc, le gène de la maladie est porté par le chromosome X. Ça va? Donc, il veut le revenir femme ou arafna qui fait chenage monochrome. Donc, بيه عندك سؤال اي عندك حاجة ايه صفا بسو عايش اوكي بيه كم نقدم بيه شكال كون عطانا معلومة في اللي دوني احكي من اللي قلته ما كلمنش عليها لو عملتها بالاصفر On se propose d'amener le mode de transmission de maladie héréditaire chez une famille dont la mère est atteinte. Dont la mère est atteinte. Tak maloum. La mère, elle est atteinte. Ben. Donc. Chnam, l'ouni. Chouffe sur les bas. On a dit, c'est un régnam. Chnam, l'oubé à dominance. Ben. La mère est atteinte. Le fils 2. On a qu'on a dit que la maladie elle est portée par X. Voilà. Le fils 2, Mimchir, le terme. A2. Eh. Random. Effectivement. Maintenant, la maladie est récessive. La mzen. Hein? Je t'en ai récessif. مو على خاطر الفي معناها خذيت من عند لا لحظة الفي أ الفيس أ خذيت من عند أمو بلوس وقعد لبس عليه معناها شو قالك لبس عليهم ولا بس خذ الكيبو ما خذاش من عند أمو بلوس بيخذ من عند أمو ساسيفري وقتاش فيني حالة هاي عند أمو تيروزيغوت صحيح دونك شكون أمو تيروزيغوت أقول تواحد ولي مالاد أتانت قال دونك لما اللي يكون هو ريسيسيف فوني لا دومينانت صحيت علاش قلت كريكس انت ودي تخاف انت ريزونمون انت لو ريزونمون تاعك صحيح انا قلت لي الفيس دو خذا دو من عند امه والفيس ان بويسكي بورتي باليكس خذا يرجع عند امه دونك شيخو شيخو الX A A من عندهم دمك سي على خير دونك أمه هي إتريزيغوت وإلي مالاد دونك من غادي جات لا مالادي دومينونت دونك لو فيس A إليت A A دو سا مير و لو فيس 2 إليت A 2 دو سا مير دونك لا مير إلي إتريزيغوت أتانت لا A 2 ريسبونسابل دو لا مالادي إلي دومينونت دونك في الأخر طلعت الوحدة نتاعنا المالادي هوني اللي عندنا Donc, la maladie, elle est dominante, portée par le chromosome sexuel X. Ça va? Monsieur. Oui, très bien. Aslam, ma femme, tu sais que tu as dominante, la maladie. Qu'est-ce que c'est dominante? Ben, n'a déjà avec Melou. Quand tu dis, la batte, n'a pas de l'année portée par X, ou à ça, ou à l'année? Oui. Ben, on a malou, ma fille, donné, quand tu es là, il y a un la mère, elle est atteinte. صحيح ولا؟ وي باهي هونيك باش تعطينا الحل علاش؟ كي تجي لامير اتانت عملتها لك بالازرق في التبو حتى في جنب زدتها بالعاني انت في الدفور ما عطاهالناش وفي الدنيا ما عطاهالناش حتى في التكست ديما اللي في التكست راهو اكثر اهم اهم اللي في الدوني خاطر يضيع فيكم دونك هاكا هبطها انا انت حتى في الدفور جدها بالقلم في الوسط الكتروفوريز نتاعك زيدها وقت المير اتانت باهي ركز معايا تو لو فيس 2 هذاك منين يمشي يجيب الا 2 يجيبها من عند امه
باك وهو ملاد دونك كل هي الأديكة نتاع الملادي، احنا قلنا ملول بكل أديكة في صحيح بريك. والفيس تكرر ولا مش تكرر؟ تكرر. الملادي قلنا بورتي باريكس ولا ربيع؟ باش ياخذ إيكغيك من عند بو، دونك باش ياخذ العام مع شكون؟ دونك الأمور تيروزي كورت. طبعا واضح. تيروزيغوت ومريض، اش معناها تيروزيغوت؟ معناها ال بوسيد لسان الملاد وهي مريضة، دونك الملاد إلى دوميني إلى لسان. واضح ربيع؟ اوكي واضح واضح فهمت. هي روا زولي الجينيتيك لازمها واحد يركز، معناها يتبع بالكدا. انت كي حتى في الدوار في الدار وحدك حاول تركز رو. بالحق ولا بالحق؟ حاولش تليفون حاجه راه باش تضيع راك التركيز، ولا في الدوار يكلمك لا لا ركز على ورقتك، ركز 100% على كل كلمه بحسبتها. دونك وني شي قلت لو فيس ا اريت ا دو سامير، لو فيس دو اريت ا دو سامير، دونك لا مير اي تي ريزيغوت اتان اوتوماتيكمون لا مالدي دومينونت. ونخرجناها خرجناها لا مالدي دومينونت بورتي بار اكس. باهي يقول لي واضح اللعبه. اش قالك تو ريبريزونتي اللعبه جينيولوجيك دو سيت فامي، او حتى اللي قدامك لا فامي شعنا فيه الفامي، شكون السان شكون ملاد ربيع؟ المير والفي والفيستو هذوك ثلاثة ملاد. تري بيان هاكا لا مير لو فيس دو والفي هذوك هما الملاد، دونك هذه الهرب نتاعنا. قولي واضح مليق له. Je passe à la quatrième question. Je vous slab mena honi. Donc, avec le fils de et sa femme saine. Le fils de Hede. Le fils de Kifno. Il est malade. Andu. X à 2 sur Y. Ça va? Et sa femme saine. Anna Martou. بس كما دي دو مينوت بورتي باريكس كيف شكون مرتو نرمين كيف شكون مرتو ذي لا فام سين ربيع مش لازم يكون اوموزيكو، لازمها تكون اوموزيكو، لازم يكون عندها اكس اس اكس اس هكذا واحد اللي هو اكس اس. احنا قلنا بالك هناك استعمل اكس اس بون سان صحيح مو يعطيها لك، عطاك هو الاكس اس هو الا اي تسمى فهمت؟ اي اكس ا ا راه بهذيا فيقتني بحاجه ذكرتني بها انت قلتو راهو في لي دوفوار كيعطيك ا ا و ا دو راك اوبليجي باش تخدم بيهم. واضح ولا ما تقوليش اس ام في حاله برك كاش تقول لي راهو الا ا باش نختارها انا اس والا دو راهي عندي انا بيتيت فوقتها نجم انا نتبعك. اما واحد تحط لي ام اس راهو سي جراف يمشي غلط اكزرسيس. اوكي في الباك نعطيوك لي زالير حب بدل علمني وكاو. دونك معناها لو فيس دو عنده اكس ا دو سور اي خاطر ا دو مالاد اي مرتو سين دونك عندها اكس ا سور اكس ا اتون دو فري جيمو كان كو سي ديرني سوا اتان بار لا مالادي. Montrer dans quel cas la crainte du couple est justifiée. Waqtesh la? Waqt li yutlaou le jumeau bnat? Allez. Khater idha kan yutlaou des mâles, chekhdou Y men ande boum, chekhdou X S li hiya X qulna AA men ande om li hiya C. Sahih, hadik hiya. باش نعاود نخدموا بطريقه احسن يعني في البريون مثلا كان واحد ضاش يعمل لارب يعمل الشيكي نتاعه. هو قال لك لو فيس دو معناها هو اللي عندنا احنا هو جروند دو دو ظاهريا الي مالاد عنده لاليل ا دو عرس بار اون فيميل قال لك من فامي اخرى عندها ال ا. قال له واش قال في لي دوني نرجع نثبت قال فام سين في تيبيكمون سين دونك المالادي دومينونت اوبليغاتوارمون هونيا باش يكون
باش تكون ا ان سورا بيسك مال دي بورتي بار اكس لي جيوتيب نتاعنا تاو هنا تكون عنده هذا اكس ا 2 على y وهذا عند x a1 x a1 طبعا دونك قداش من تيب لغامات يعطيه دونك هذا لغامات هنا لغارسون يبي دوني x a1 x a2 y ولا في تعطي لا في مال بيتو ان سول تيب دو غاميت هو اكس 1 اللي هو الصح كي تعمل الشيكي ممتاز تي فا فوار فين هكا يكون عندهم الحق هذا لو مال عطانا المال دو المالدي اكس 2 وعطانا اي ولا في المال عطاتنا اكس 1 دونك كونيش عندي عندي اكس 2 اكس 1 تجي اوتوماتيكمون ادو خد دومينون دو جي توفي و لي غارسون شو يكونو شو يكونو اكس ا 1 y سا سورا 100 عندو 1 او مال دونك كلامك صحيح دونك ولي لاكران تيلي جوستيفي في حاله برك سي لي جيمو لي دو جيمو خا تقال دو في لي جيمو سورون دي في كانهم دي غارسون ils seront 100 واضح كذا كي يمشي نقولوا في الاكزرسيس لحظة دونك الفيس دو malade, génotype XA2Y, sa femme saine de génotype XAX1, donc deux cas sont possibles. Si les vrais jumeaux sont des filles, donc obligatoirement le génotype XAX2, donc seront malades. Si les vrais jumeaux seront des garçons, donc seront du génotype XAY, donc phénotype sain. C'est le devoir. Donc, comme je vois ça, je me suis assuré à la La crainte du couple est justifiée si seulement si les jumeaux seront de sexe féminin. Va. Lunette. R. OK. Monsieur, qui finalement le dos avec quelque chose, quelle justification t'as صحيحه. Bien sûr, t'as dit que criminel, t'as dit qu'il y a la même démonstration, femme-toi. Hey, femme-toi, qu'est-ce que. T'as dit qu'Hassan, on a les chamans de Mazou, donc t'as dit que brisement t'as dit, mais si que tu colles quand tu as ta coude corrigée dans le bac, si tu me fais l'air, accepter tout raisonnement correct. Alors on fait mes choses égal, pas mes raisonnements égal. أي ريزون صحيح نقبلو يقول لك كان قال لك يشيكي ما يجيش ولا قواعد تجي ولا ما يجيش سامحني ما فهمتش الحكايه هذه اوكي دونك تخدم على روحك اي ريزون نقبلوه باهي هذا بالنسبه للاكزرسيس الاولاني دونك عندي انا اكزرسيس موجود في لي باراسكولير خدمناه دونك خلينا نخدموا مع بعضنا لحظة برك هو تو انتوما باش تخدموا ما عرفتش نتكلم انا هذا ان اكزرسيس سيس من السي دي تلقاه بعد على تراقى نرميه On propose d'étudier le mode de transmission d'une maladie héréditaire détectée dans une famille. Le document 2 présente l'arbre généalogique correspondant à cette famille. Le document 3 présente l'analyse des allèles présents ou absents chez trois membres de cette famille. Bien.
دونك كيما تلاحظوا ني عندنا اون مير مالاد دو غارسون تاعهم مالاد اون بو وبنتو والفيتوس سون سان باهي اش عندنا في بالنسبه قبل البنت عدى عطانا دوكيمون تروا شفنا الاليل نورمال من الاليل ميوتي En utilisant un document de droit et en justifiant la réponse, discutez si l'allèle de la maladie est dominant ou récessif, autosomal ou les X ou Y, les sexes manex ou Y. Avec l'exercice, avec le dénombrement de l'allèle responsable muté de la maladie, du gène en question chez cette famille, y compris le fœtus, et le nombre de 6. On a qui hesbou, mergeant l'arbre, c'est-à-dire l'allèle mutée par il qu'au j'ma akol, y compris le fœtus, on a 6 allèles mutées. En exploitant cette nouvelle information, préciser en justifiant la localisation du gène de cette maladie, le sexe du fœtus, son génotype, son phénotype, et le génotype de tous les membres de cette famille. Tra, le dom suelo. Tra, bien. Rakez, où j'ai un problème qui est donné. ايه كان عندك حل تفضل ايه مسيو اني معناها عندي زوج افكار مسيو فكره الاولى عندي معلومه ما مش نسلك عليها مسيو اني على بالي معناها فضل. معلومه تبدا ريسيسيف لي باغ اكس معناها البو لاباس وبنته لاباس وتلقى ماغ مريضه ولادها مريضه مرضى ولادها اللي غارسون معناها اي نجمو نستعملوها كان جابوا سؤال في زوج اسئله ما فهمتش سؤالك سؤالي شفت معلومة فهمت قال لك معناه كيف تبدأ ريسيسيف لي أكس لازم البو يبدأ لباس وبنته الطفلة تبدأ لباس والأم المريضة أولادها اللي قصوا معناها صوم مالات زادة نجم نستعملوها طول كيف تبدأ ريسيسيف بار أكس لا هوني صحيح انت هوني حصلت روحك لا ما تجمش جاوبك هوني في الباك عاش انه باك منهم والله نسيت عطينا كيستيون في الجينيتيك اي جينيتيك بون الباك سيونس ما باش نحكي لك خمم كيفك انت هو دير لا لا حتى في الباك والعامله والسيسيون برينسيبال جو كرو باك باك مات خذوه لو جوا وقت اللي يسال والعامله جو كرو قال له أول سؤال قد نسكتي دوز إيبوتاز سيفونت إيبوتاز دو لا مال دومينونت إيبوتاز ثانية لا مالادي ريسيسي واضح ولا؟ إي إيش عملوا تلام؟ حطوا قالوا مالادي ريسيسي بوتوزومال سيبورتي باليكس وقالوا ريسيسيف دومينانت اوزمال دومينانت بارتي باليكس خدمتهم صح ولا غلط حسبناها معلش صفر عطيناهم هو قال اوتوزومال لي باغ اكس لا لا عطاه هو اللي عطاه وحده قالوا دومينو واحد وريسيف وحدها فهمت ويسكو هما يعرفوا يخدموا كان بالدومينو اوتوزومال دومينو بارتي باليكس دونك الا شونجي لا كيستيون على حسب ما يعرف هو يخدم طوطي في دوفوار مات نعطيك x-2 plus y مثلا قول لك يوز سيت ايكواسيون جيت تقول لي نعمل x plus 2 مان y بدل حتى تعرف تخدم كان بلو بلوس نورمال هذا لا هو ذاك اش عملت جميل حبي تخوبر جماعه الاسئله في السؤال يخدع عليهم صفر زوج انا نحبك علاش تفهم
يقول لك شرشي دومينو والسيف واحدة، حتى فما حل، نحب نشوف التلميذ ينجم يخدم دومينو واحد والسيف واحد ولا نعرفك انت دومينو بورتي باريكس والسيف بورتي باريكس، وخدمناهم في ليزيبوتيز ذاك كلاسيك بالنسبه للتلميذ. دونك سي سيبلي، ما تبداش اسئلتك ورد بالك، لازمك تجاوب سوتو في جينيتيك. اوكي تبع ا واحد ل بي واحد، لازم تقرا الدوار كامل باش تعرف روحك وين ماشي. سا سي فري، علاش نقرا كله؟ باش ما نضيعش. انا مش عندي ريبونس في الكيستيون الاخر، نسمع في الكيستيون الاولى واش عملنا كوا. حتى ساعات احنا هوني اوبليجي في اخر الاكزرسيس ولا بوست اكزرسيس تلقى ريبونس على الكيستيون من الاول. ايه لازمكش تستعملها. انا كيفاش نقرا بريميرمون بوتيتا، نجيو بريميرمون بوتيتا برك من غير ما نقرا معاه، من غير ما ندخل معاه البوتي بيبي. فهمت. باهي. رمارك رمارك باهي برشا. ايه ميرسي. وي ربيع. باهي. احنا عندنا انه لا ميغ مالاد او موزيغوت حسب التابلو اللي عندنا، فما كان لا ليد دو لا مالادي عندها هي. صحيح صحيح. والبيغ والبيغ سا. والعنا دو تخوا الفية ديك اللي سي باش تطلع خذات اللال سين من عند بوها واللال مالاد من عند امها، باش تطلع اللال مالاد اون كاشيت معناها لي كاشي، دونك باش يطلع ريسيسيف المالاد. قلت بيها ربيع صحيح هذيك هي تريت ربيع. فهمتوا ايا نرمين؟ فهمتوا ولا؟ اي مسيو فهمتوا. باهي كومو لا ريزوني سي اكزاكتومون سكي لادي. انا نجم نعطيك حاجه اخرى، حاجه اخرى في الجينيتيك، هذه حاجه خذوها زي قاعده. راو كي نخدموا لي زيبوتيز راو اللي يبدا صحيح بالطبيعه مش هو غلط ولا حاجه، راو في الجينيتيك اللي فو يقعد ديما فو عمر ما لي جوست. لكن شنو اللي ديما فيه الشك؟ تو سكي جوست ينجم بعد شويه افيك اون فورماسيون واللي غلط. صافا هذه ما تنساوها زاد، اللي نعاود نقول اللي قاعد يخدم صحيح. اذا كان حاجه جاتو غلطه راه ماش تولي ماش تقلب تقعد ديما غلط. اما كان حاجه توا صحيحه ينجم بعض في الاكزرسيس تقلب ولا تزيد ثبت منها مش حاجه صحيحه، ما يقعد دو زيبوتا صحاح كل مثلا دومينو بورتي باريكس وريسيفو توزومال من بعد في الاخر تقعد واحده مركب. وكما قال ربيع هنيا سي لا مالادي اتي دومينونت بوزي اس كان المالادي جات دومينونت. الان ان كما قال ربيع اللي هي لا مير وحسب دوكيمون 3 عندها دو زال دو لا مالادي صحيح ولا؟ خاطر لا مير كيك سوا اوتوزومال او بورتي باريكس الانثى دي ما عندها دو زال. صافا دونك اذا كان عندها دو زال وما دومينونت دو زال مالاد ديجا هي لا ديسوندونس نتاعها الكل يجي مرضى اي كومبري لا في غروند دو تروا كيما قربي قال كاجت هي راهي باش تاخو السان من عند بوا والمراد ما عندهم الي سان دونك ما ديرش سي سي لو ميم ريزونمون اي جو تو فيس جو تو فيليسيت قال لكم سي لا مالادي تي دومينون ا مالاد اي نو بوس سي كل هذه لما تكون كوموزيغوت مالاد توت سا ديسوندونس دوات اتر مالاد. Or, sa fille grand de 3 est une fille saine, donc la maladie est récessive. Voilà. Puisqu'on est matanique chez Zaled, N, j'ai posé, on pose S à l'état sain, dominant, et M à l'aide de l'état malade, récessif. Je vais dire que le S, M ou Moriwar, S majuscule ou M minuscule, la maladie est récessive. اوكي تاوش قالك اسكا يتوزمال ولا بورتي با الكروموزوم اكس ولا اي ريك ترى نعملو اسرا ما سمعتكش اليوم ادين شو قولي ترى تاو باش نطلعو اسكا لي بورتي با اكس اوتوزمال ولا اي ريك بورتي با اكس باهي وقالك ديسكوتي باش نحاول نطلعو من زيبوتيز من الكل كيف تعرف بورتي باريكس عن؟ على خاطر الأم مريضة هو ريسيسيف المالادي ريسيسيف
هي ريسيسيف. اسمعني تعلم بربي ايه لحظه ما تسكتش بالكلو اسمعوني. هو كلامك صعب شيء العرب عاش ونخدموها معانا. اما انا في قالك ديجا كيستيون قالك اوتو معناها اون فا ديسكوتي سي ال دو اون فا ديسكوتي لي زيبوتيس كول معناها لا مالادي طلعنا ريسيسيف واش قاعد لي ريسيف اوتوزومال ريسيف بورتيباليك سو ايكغيك صحيح ولا؟ اي اني اسهل ايبوتيز نخدمها من الاول ناخذ عليها 025 صحيح تعلموا خذوا لي بوان راهو دوفوار القوه نتاعك في التكتيك مش انك حاضر برك ساعات لازمك تعرف تاخذ لي بوان من الاول السهلين ما تضيعهمش اسكو لي بورتي باري غريك هوني لا علاش خاطر عندنا اون في مالاد لان مالاد تطيح في الماء طول وبير سان ولدو مرضى عمرها ما تكون باري غريك سافا دونك هذه اول حاجه نبدا دونك ايبوتيز اون لاجين دو مالادي بورتي باري غريك لا بريزونس دو لا فام مالاد تلك اللي هي غران ا دونك نو بوسيد با اي غريك فما علاش غريك دونك ايبوتيز ا ريجوتي و 0.25 توا برا خدم مخك هاي قولي شقول ايبوتيز تاني شو نقول هوني حطها بورتي باليكس تجي ولا ما تجيش؟ ما تجيش تجي تجي اوي خمم كيما كنت تحكي مقبيله اش قلت لي ريسي بورتي باليكس قولوا اش يبدا عندهم اكس مالاش واكس مالاك صحيح ولا؟ صحيح وباش تعطي الولاد اكس صحيح يجيو مرضى اي دونك هذا صح وبنتهم باش تاخذ اكس مالاد ما عندهم باش تاخذ ما عند بوها واكس ثاني من عند بوها تجي ولا ما تجيش؟ تجي دونك ليبوتيزي فالاب شفت لو ميم برانسيب ديما ما تنساش قلت لك انا ديما نشوف الولاد شنو ياخذوا عند لي بارون تاعهم ديما هذاك البرانسيب في البورتي باريكس الذكر ياخذ اكس ما عندهم واي ما عندهم والطفل تاخذ اكس ما عندهم واكس ما عندهم Donc, hypothèse 2, le gène de la maladie porté par X, étant donné que la maladie est récessive, une mère malade dans tous ses garçons malades, et un père sain dans toutes ses filles saines, c'est le cas. Donc, l'hypothèse est à retenir. Sera, ça va? Oui, ça va. Là, on chauffe les taux de mal, Dieu le Medjish. Medjish. Ben, allez, Medjish, pas les trains. خاطر هي ريسيسيف اي ولو مش تعطي الولاد الاكس هذيك مالات اوتوزومار تو مش اكس على بالك باش تعطيهم جي دونك اوتوزومار جي هاو كاريس يقول لك جي مالا به دو ان او دو غران دو ان غران دو دو اريت ام مالات معناتها جينوسيف اسرع وظلي احنا هوني مالادي في ليبوتيز الاخرى قلنا مالادي ريسيف اوتوزومال صح ولا؟ اي معنى مالادي ريسيف معنى توت بيرسون سين تو في الاوتوزومال كيف يبدو توت بيرسون سين؟ توت بيرسون مالاد سامحني توت بيرسون مالاد اللي اوموزيغوت ام سور ام صحيح ولا؟ صحيح احنا نبداو بهذاك ولاد زرز الولاد عندهم ام سور ام وامهم ام سور ام كيفهم صحيح ولا؟ دونك باش ياخذ طفل ام من عند امه وشو باش ياخذ الام الثاني مين باش ياخذها؟ ما عندوش عنده كي دو هيتروزيغوت بو هيتروزيغوت اكزاكتومون مو ما دير سيسيف بو ما يجمش يكون اس سور ام ينجم يكون اس سور ام يلزم يكون اس سور ام صحيح ولا هاو طلع اس سور ام هون يرد بالك في لي زيبوتيز اللي تخدم راه اللي يهمني انا كون مخبي حاجه انا وقت اللي قلت لك جران المالادي اوتوزومار ريسيسيف مشينا خذينا المرضى طلعناهم اوموزيغوت ام سور ام هذيك سهله لكن البو ظاهريا لا باس عليه سا سي فري لكن شو مخبي عنده؟ مخبي عنده ولد ولا ملدي اللي عطاها لولده الاول ولده الثاني صافا صافا وما بنتو منحة خاطر البنايه شو تاخذ من عندهمها جروند دو تروا هذيك تاخذ الملد اوتوزومال يا بنتي رد بالك ايه ما كهو بلاش اكس واحد اسرع شيخو ايه من عند امها شنو خدت من عند بوها ايه من عند بوها تلك اس سوبيريور اي صحيح دونك لا في جروند تروا لي تيروزيغوت اكثر حاجه تاخذ عليها نوت في لي زيبوتيز هما لي زيتيروزيغوت شكون هما مش لي زيموزيغوت انت في الدفوار مطالبه تخدم على لي زانديفيدي الكل راك
في الاصل صغيره تحط للكل كما قلت انا la maladie elle est récessive donc grand a un grand de de deux grands de 1 seront m sur m quand elle s'est autosomale va être le star pour grand de 2 il va hériter m de sa mère malade et m de son père 5 qui va être le zygote s sur m grand de 3 je vais prendre m من عندهم و s مع المون donc ça va être le zygote donc c'est possible l'hypothèse valable راهو ديما لو ميم برانسيب قلت لك والحس قلت لك ديما شوف الاولاد شو مشيخهم عندهم هم وبوه كيك سوا طفل اطفال كانوا في البورتي باريك سلابت البو يعطي ايكغيك الولد ويعطي اكس لبنته وكان المراه تعطي اكس لام الولده والبنته اما سلبت شكون تدير زيغوت دونك هوني شحنت دو زيبوتيز قالوا لا مالادي الي ريسيسيف اوتوزومال ريسي بورتي باريكس صافا هاي ربيع جاوب على السؤال هذا اقرا ربيع ترى Le dénombrement de l'allèle responsable de la maladie mutée du gène en question chez cette famille, y compris le foetus, a montré qu'il est au nombre de 6. En exploitant cette nouvelle information, précisez en justifiant la localisation du gène de cette anomalie. اللي عنده اي فكره يدخل اسراء سرين ايه مسيو ايوه تفضل يا بي حسب ما فهمت معناها خاطر انا نقول الجمله الاولى هذيك ما فهمتش سمح لي عطاها هنا هو قال فما لا شو ما فهمتش تفصلك ساعه لا الليل الذي يعد لا ملادي فما هاي لا لحظة برك هما ستة وإحنا عنا سيس مومبر دو لافامي هكا ولا معناها باش يطلع لاليل دو لا مالادي عندهم الكل هكا ولا مسيو نسمع فيك كم ربيع وي دونك لازمها تطلع لازمها تطلع اوتوزومال ماشي كيفاش طلعت اوتوزومال ركز معايا ربي فما حاجه نسيت او تخمم بالطريقه هذيك لازم نتاك او سي ربي ركز معايا فما حاجه نسيت مش هذيك معلومه يا ربيع نسيت حاجه برك اللي لما لدي ريسيسيف يا ربيع صحيح ولا باهي اش معناها بعد ريسيسيف Grand A1, quel que soit, autosomal le porté par X, l'homme, qu'est-ce qu'on a en aide? On a deux. Deux. Il y a deux malades. Où est-ce qu'on a? Ah oui, oui, oui. Où est-ce qu'on a tous les deux qui ont un allèle? Il y a quatre. Il y a quatre. On a quatre. البنت عندها كعبة خمسة ورجلها عنده كعبة ستة صحيح ولا؟ اسكو تنجم تكون اوتوزومال؟ وي مستحيل اش معناها اوتوزومال يا ربيع ركز معايا اوتوزومال باهي خلينا نعاود نفسر لك ما تسكرش الميكرو قال لك نومبر مو دو ريسبونسابل دو لا مالادي الميتيل الليل مالاد برك chez tout le membre de la famille, y compris le fœtus. C'est bien comme le col, chez la bille. Il y a 7 à l'aide de la maladie. C'est vrai? Quand j'ai une maladie autosomale, l'homme a un M sur M, le bouche a un S sur M, ان والان دو باش ياخذوا امن عندهم امن عندهم واوتوزومال اسكو عند بوزاليل صحيح ولا
وي باهي. الام باش تعطي لان دو مال دي الناس الكل باش تعطي الولد الاول والولد الثاني وبنتها والفيتوس مريقل اي اي ولا يدعى معناها قداش نحسبوهم تو الام عندها زوز وتوزو مالها اي بعدها عندهم زوز زوز هما خمسه رجل عنده كعبه ست بنت عندها كعبه سبعه والفتوس عنده كعبه ثمانيه وي اذا كان جات توزو مال اورو قداش عنده هنا ثمانيه هذا تاكو لا ما تنجمش تقوم معنا احنا عندنا ستة صحيح فهمت كيفاش ولا وي ما تنجمش خاطر هي عندها ستة إذا كان مش أوتوزومال Y غلطة دونك إلي بورتي بار إكس صحيح ولا وي ايه فهمتها فهمتها مسيو نرمين اي مسيو دونك كيما قلت من الاولى عندك البرنسيب هو ما تغيرش نشوفوا لي بارون شي يعطيو ولادهم ولاد شيخ عند ولادهم عند لي بارون تاعهم والبرنسيب الثاني اللي ما يلزمكش تنساه اش معناها اوتوزومال واش معناها بورتي باريكس الاوتوزومال الناس كل عندهم دو زلال سا ولا ملاك دونك وين يثبت انت خاطر عطانا وين ما حسبش زي كل نحسب كان لا ليميتي دونك وين مش نفرقوا لكن ما دي ريسيسيف عندي باهي دونك نجمو نجاوبو على البيتيتا اللي هو شو يقول لك هنا سي لا مالدي اتي اوتوزومال دونك لي سيس اليل ميوتي سيرون اونيكمون ريبارتي اونتر ال 1 1 و 2 2 و بو معناها زوز زوز و زوز هما سته وتقعد غادي ما نجموش نقدم اور هو قال لك فيتوس شور سكار ما عندهم دونك سو كيم possible donc maladie portée par X. Ce qu'a le petit B.O. Le sexe du fœtus, t'as oui. Ça a l'air, je suis. À la chatre, quand je dis ou l'aide, je dis mrida. Les, monsieur, à la chatre, il est porté par X. Monsieur, هي portée par X. Oui, les enfants sont Monsieur, هي maladie portée par X. معناها في ديما portée par X, ديما les filles les enfants ont deux allèles. صحيح, très bien. هذه هي الريبونس. X, معناها X, معناها X عندها. Très bien. على هيتيروزيغوت. Donc, احنا قلنا portée par X. Oui, oui. Donc, homozygote. Exactement. Elle est hétérozygote, le fœtus. On est plus que mal déporté par X. Ou le fœtus a un de deux allèles. Le porté par X, quoi, un de deux allèles. Un de la carte. Le porté par X, c'est un peu. On a fait le tozomal. Le porté par X, le tofle a un de deux allèles. Ou le tofle a un de deux allèles. Ou le attaque, le fœtus a un de deux allèles. Deux allèles différents. Donc, deux types d'allèles. Il est hétérozygote. Qu'est-ce qu'on a un tofle? Donc, on y a. D'après le document 3, le fœtus possède un allèle normal et un allèle muté. Le génotype XSXM, c'est une fille STEM. C'est un arfou, c'est un arfou, c'est un génotype ou le phénotype. Question 7, c'est un arfou, c'est un génotype où on a tous les membres de la famille. Je vais aller à nous. المادي ريسيسيف في الام ا ا تكون اكس ام اكس ام رجلها سان اكس اس ايغريك ولادها زوز كي بعضهم اكس ام ايغريك والطفله اكس اس اكس ام والفيتوس عملنا ديجا اكس ام اكس اس سافا
كل عنده كيستيون ولا حاجة. Monsieur, وي باش نسألك سؤال. تفضل. فهم باك نتاع كونترول 2018 قال لك هو تتبع بروكرياسيون الحق. قال لك كيما الكومبوزيسيون شيميك دو لا بيلول كومبيني. ما تقراش تو بسنيب لي كومبيني ماش تقراها. اي حتى كوش نقول لك ما نقراوهاش. تقراوهاش تو ماي. اي باه. شكون عنده السؤال اخر في الجينيتيك في اي حاجه؟ سينو خد عندك اكزرسيس اخر. انا جي بريباري زوز على الباوربوينت وخلينا نخدموا مع بعضنا مش مشكل. ربيع سافا؟ انا سافا مش يبان. اوكي. دونك راه معنا ان توزيام اكزرسيس ترا تبعوا بعضنا ترا. طبعا تلقاوها السيري هي تلقاوها في ال دونك احنا صراحه الاكزرسيس هذا ديجا باك اه نشوفوا الكونترول اللي عملوه الباك باك مات هذه ترى نشوفوا شكون يا قطرة هذاك باك مات كونترول 2021 معناها اولى عمل ما عندوش ورش نقرا انا مش تفضل ربيع. Dans une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie héréditaire, un couple P1 et P2 inquiet quant à la santé de ses futurs jumeaux J1 et J2 consulte un médecin qui a déterminé le nombre de chacun des allèles A1 et A2 du gène de la maladie chez P1, P2, F1 et F2. Le document 5 représente les résultats obtenus. Discutez les hypothèses suivantes. Hypothèse 1, le gène de la maladie porté par un autosome. 2, le gène de la maladie porté par le chromosome Y. 3, le gène de la maladie est porté par le chromosome X. X. Ben, très bien, l'hypothèse connue des hypothèses de l'être. Hein? Le gène de la maladie porté par l'autosome. La calque, la dominante, la récessive. On part X par Y. Très connue, j'ai oublié. ترا إسراء قبل لي بوتيز دولا ترا صحيحة ولا غلطة وعليش صحيحة أنا ماما بيه تلوى جوستيفي بيه بيه لحظة ساعة لحظة قبل ما تكلم إسراء أخي نعطيك شمال الدوكيومون 5 شو هو لي دوكيومون 5 إسراء الليل مالات ميتي مات ميتي ولا لسا ولسا بيه عطاك الدوكيمون بالان والدو صحيح ولا معناتها فما الليل واحدة وفما دو زالي معناتها صحيح معناتها كي يحط لك ان والدو راهو هوني حسب النوبر توتال عند الانديفيدو مش كيما بالبلوس في البلوس ولا بالتاش في الالكتروفوريز ما نعرفش عنده تعبة ولا اثنين نعرف عنده واحدة عنده التيب النوبر ما نعرفش فهمت الفرق أيه. بين هذيا واللي عملناها مقبله تو هونيا وقت عطانا في الدفوع في الاكزرسيس هذايا بالبلوز او موان فهمت فهمت نقول لك بلوس اش معنى بلوس؟ معناها اسكو عنده كعب ولا ثيما ما نعرفش يعطينا كيما تو عطانا تو بالان ودو وني سور يحكي عن تيب والنومبر معظم واضح ولا؟ واضح باهي زيد خمم تو وقول لي صح ولا غلطه وعلاش؟ اللي عنده اجابه نجم يدخل انا حاجتي باسراء ترى زيد خمم اسراء شوي اسك لا مالادي بورتي باروتوزوم صحيحه ولا لا وعلاش؟ كان صحيحه وعلاش كان غلط؟ غلط على خاطر الجمو عندهم كعبة كعبة تا
تعرف السكس نتاعك ب تعب كعب هوني جيمو فما فما البارون دو و جيمو ان فيتم ولا فيتم قاش انا من كعب البارون عندها دو ولا جيمو ان عندها كعب بارون دو بارون دو قاش انا من كعب كعب بيه. كان جاء أوتوزومار قاش لازم عندهم كعب دو وجيمو لازم زوز وعندهم كعب كعب بس اسكلي أوتوزومار اي ما انت غلط ليبوتيز غلط صحيح دون سي لما لدي أوتوزومار دونك نسكر عن دوز ألل اور بي دو بريزنت ان سول ألل أن دونك ليبوتيز رجوتي حتى نخدم بالجيمو ولا بلاه واضح ولا واضح هذوما زوز عندهم كعب بد دونك هذه رجوتي دونك هذه غلط ما تنساوش لي برانسيب راه كي بدا نفس الكلام نعاود فيه من الحصه قلت لكم راه كل عنده زلال صحيح ولا انت تذكر جيمو ما يهمنيش فيه كي عطاك بالان والدو راهو حاب يقول لك النومبر توتال عنده عاوننا برشا ما عطاش بلوز وموا ولا تاش تاع الكتروفوريز يولي تعاون كان جيت أوتوزومار والناس كل عنو دو يا آ يا آ يا دو زيرو كما هذا والناس كل را فهمت فهمت بي الأولى غلط الثانية شنية الثانية هي لما دي بوتي بوتي صحيحة ولا غلط وعليش ما معناها بورتي باري غريغ صرا معناتها عند البو وعند الوليد ما تظهرش عند البنات عند البنات احنا نعرف شكون انثى شكون ذكر هوني لا وموجود الكعبه كهو معناتها شنو نجمو نعرفو يقول لك بارون 1 بارون 2 شنو نجمو يكونوا لي بارون 1 بارون 2 بارون 1 المير نجمو شحال فيهم معناها ما نجمو يكونوا كان بو وامهم بوم صحيح ولا انت وذكر كان جيت بورتي باري غريغ وين رميم مش تكلمها اسراء وي كان جيت بورتي باري غريغ رفهم بارامون وعنده صفر صفر هي اللوم هتلوم عنده اكس اكس وعنده شي غريغ البارو الثاني هو ذكر يبدأ عنده كعب برك وانا غالب دونك غلط ليبوتيز دونك غلط دونك هذه علاش مسيو لما جيت وي ما فهمتش كيفاش البو باش يطلع عنده كعبة معناتها البو كيفاش يبدا سي بار غريك باه باش يبدا اكس على شنو البو على غريك واش قلت لك انت احنا قلنا بورتي باري غريك صح ولا ايه دونك كانو سا راه عنده اس على غريك وكانو ماشي ولي إكس على الـ Y وعنده الملاد على الـ Y أي دي ما عنده كعبة هي بورتي باري غريك إكس فارغة خاطر في الكروموزوم احنا البارتي كومون بالنسبة بالـ X Y احنا ما نقراوش نحسبوها فارغة فهو بارتي كومون لكن بالنسبة لنا احنا في البروغراما أنا كونتين بار بليد فهمتك كان جاي على الـ Y ماش كيفالو ما عندوش لو مالاد ثقافة الأدو عنده واحد مثلا شو معناها بورتي باريكس شو بيكون بورتي باريكس تحطوا إكس مالاد وإيكريك فارغة للبو صحيح ولا بلا إكس سام وإيكريك فارغة لو قبلتوها هذيك يقولوا بورتي باريكس يقولي إيكريك عليها ألي وإكس فارغة والفمال إكس إكس دي يقعدوا دوز إكس متاعها فارغي معنا حتى علل خاطر هما لوجين ما عندهم جبل اش موجود لا في الاوتوزوما لا في البورتي باريكس نتاع دونك هوني شنو نقول نفس الرمارك براتيكمون ليبوتيز 2 اي بورتي باري غريك لا بريزونس دو دو زالل في البي 1 ان فيلم تاع ليبوتيز ده عنده زوز هوني يتز ولي دو بارون عندهم كعبه دونك كل بارون عنده الليل ما يكونش لا دونك هذه زدت تحت
ايش نعمل؟ اون دوا فيريفي اكس راهو خاطر قال ديسكوتي لي زيبوتيز لي فونت. وي ربيع ما فهمتش كيفاش نحيناها اللي هي بورتي باريتي الارغيومون تاعنا ما فهمتوش ربيع. وي كي دا بورتي باي غريك عندكم باش نلقاو المرض لا لا معناها لو جين دو لا مالدي عندكم نلقاو عند البو عند البو يقول لك في ان بي 2 هنا في الدوكيمون 5 معناها فما بو فما ام واحد منهم بو واحد منهم صحيح ولا اي باهي دونك اذا دونك لو باش لازم يكون عندها في الاخر اكس و اكس معناها دو زالي صفر 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 قلنا بورتي باري غريك يا ربيع اكس فارغة يا ربيع معناها اكس فارغة اظن بس غابش نجعل اقعد معايا طبعا حاجة دوما ضيعتوها نسيتوها وقت اللي نصور الكروموزوم اكس ركز معايا تابع تابع اه ب هذايا كروموزوم اكس هذا الكروموزوم اكس الثاني دو كروموزوم هومولوج دونك هذه انثى صحيح ولا هذه فيميل كي ناخذ لو مال عنده اكس وعنده ايغريك نصور الايغريك كيما احنا في البروغرام نتاعنا حتى في البروغرام غلطه مش هكاك في الاصل البارتي كومي مش كيما احنا نصوروه كذا اكس وهذا ايغريك موقع نصوره صحيح ولا لا على البارتي كومي قلنا كنجي فيها اللي تولي ماش نطلع على اكس ليك احنا ما نجيبوش على البارتي كومي بنفس ليك مستحيل تكون عندنا جين على البارتي ليك في البروغرام تاعنا دونك البارتي دي نجم نحيها ركز معايا كيبدا عندي الليل على اكس هاو الليل على اكس هذا الليل ا ينجم يقالو مولوجو نتاعو على اكس مقابله ولا في نفس البلاصه ينجم هذا عند شكون عند الفيميل كي بدا عند المال حط له اكس نتاعو عنده لو عنده اللي كيفالون على الجريغ لا لا هذا فهمتها ولا اي ب تاو كان جي بورتي باري جريغ عندي قلال على الجريغ نلقى ايكيفالون تاعو على الاكس ما تلقاش عند فوميل ومش نحط عند فوميل ما عندي وين نحط عندي غيري فوميل ما فماش وين تحط بكل واش تلقاها كان غادي يكون عندي 0 على لازم اكس فارغه على الاكس فارغه وهذا شكون عنده اكس على الايغريك يا ا ولا اكس على الايغريك ا 2 صافا صافا اي واضح كده الاكزرسيس نتاعي لي دو بارون فما واحد فيهم عنده صفر هو لا والاخر عنده زوز ما عندنا حتى بارون عنده زيغريك ما نقراهمش دو زيغريك دونك امبوسيبل انك تقول لي بارون عنده دو الليل برك يز فهمت اي كي تقول لي راهو زوز كل واحد عنده مينيموم الليل دونك مش بورتي باي خاطر واحد منهم انثى ومستحيل انثى عنده زيغريك كل كما جي ريزوني تاو ربي يخرج معايا اسكو جو بو مو سفير ونقول ليبوتيز 3 اي فالابل تاو ونتعدى معناها بار اليميناسيون بار اليميناسيون اي بوس ايغريك ما جاتش اوتوزوما ما جاتش واش تحط في الهواء باش تحط عليك باش يقعد صحيح ولا اي اش نعمل خدمة ولا نقول ايبوتيز فالابل نتعدى انا كان جيني في دوفار اضمن لي انه نعطي لي زاركمون لا يزمك مش اضمن لك مش اي فوالا علاش عطاك فيرب اش قالك الفيرب هذا اي اش قالك الفيرب ديسكوتي اوبليجي حتى كان تعرفها غلطه تخدمها تعرفها صحيحه لازم تخدمها فماش ايميناسيون هون ما تخدمش ايميناسيون خد بالك نرمين حاب يتكلم وين نرمين
كانت هاي تفضل بفيفا تفضل. إلا كانت بفيفا اوكي دونك هوني يا زيد tu dois obligatoirement discuter les hypothèses كله حتى كيما عملنا تو قعدنا حين زوز قعد واحد دونك سي اون با ديسكوتي تاع ليبوتيز نقول عليها راه نرجع اش قال لك ليبوتيز لا مالدي بورتي با لو كروموزوم اكس ب بوسيبل مش بوسيبل شنو نعملوا شنو لازم نخدم قلت لك انا في الجينيتيك عربي ديما نشوفوا الولاد يخذوا عند والديهم ينجموا ياخذوا كان يبورتي باريكس ولا ما ينجموش ياخذوا صحيح ولا ايه باهي ذاك لو ميم برانسيب نقعد نخدم به اذا كان بورتي باريكس تاو شكون نبدا شكون ذكر في لي بارون في لي بارون البي 1 هي الانثى والبي 2 هو ذكر ذكر البو صحيح لو برومي جيمو ينجم ياخو ا 2 من عند امه ويخو يجريك ما عند بوه صحيح ولا ايه دونك طفل جيمو جي الطفل الثاني تاخو اكس ا 2 من عند امه اكس ا ما عند بوه تجم ولا تجمش نجم دونك سي بوسيبل ليبوتيز فالابل صافا اي صافا للمين اي صافا بريغا مسيو باك دونك هذاك اللي حاشنا بيه يكون مريجلين ويكون واضحه سي بيان باهي نكمل الكيسيون اللي بعد باهي دونك ليبوتيز طلعت مع دي بورتي باريكس اوكي قالك ايدونتيفي بارمي ايدونتيفي لا مير بارمي بي 1 بي 2 جي فوت ريبون ديجا احنا كنا فيها يسهل العمليه برشا سي بوسك مال دي بورتي باريكس Et puis, donc, puisque la maladie est portée par X, donc P1 sur la mère, X à 2, à X à 2. Ou le P2 a X à 1 à l'Y. Cela, le P. B. Il y a un facile. La question est bas. Il y a sachant que le couple P1 et P2 a eu déjà deux enfants, une fille malade et un garçon sain. Une fille malade et un garçon sain. Discuter parmi A1 et A2 la responsable de la maladie. Monsieur. Oui. Ben, je vais aller le tableau le fou. احنا قلنا اي فوالا احنا قلنا الكارسون ربيع لحظه برك خلينا نبارتاجيو باج اخرى شنو نخدموا بعضنا مقابلين بعضنا لحظه برك باش كيتكلم انت ولازم نكتب باهي هذه هكا نصعب هذه شويه باهي تفضل ربيع ترى باهي احنا قلنا هي المالادي بورتي باريكس قلنا باهي عندنا الكارسون سان ما ياخذ ايكغيك من عند بو وش ياخذ ال كيفاش نقولوا اكس اي صح مش كان نسميوها تويكا ولا شي ياخذ لا ليد ولا مالادي من عند امه واش قالك الى اي دو انفون اون في مالاد اي ان كارسون سان وي باهي نرجع لي بارون تكلمك ساعة على خير انت عندك يلزمو ياسر مزيان صحيح تكمل لك احنا والسؤال اللي قبل السؤال اللي قبل طلبنا قال شكون الام وشكون البو صحيح ولا اه الفئة هي لا مير ش
عندها البي ان؟ اعطيني جدي بتاعها. عندها اكس ا 2 اكس ا 2 اكس ا 2 اكس ا 2 يا رجل ايش عنده؟ عنده اكس ا 1 ايغريك ايغريك. قال كلهم كيعرسوا جابوا ان جارسون صحيح ولا؟ اي معناها عنده ايغريك ما عندوه، مين جاب اكس سان؟ شفت لا جايبها من عندكم اللي هي الا 2 ادو، دونك ادو سان ا ملاد نفس الزوم نتاع كوبي حبيت نوريك. صافا البنات خاطر قال لك ديسكوتي بارمي اي ادو ريسبونسابل دو لا مالادي دونك توالي هنا ادو هي سان والآية لا للملك. لكن لحد الآن مش طلعنا طلعناها دومينو ريسيسيف صحيح ولا؟ ايه كيفاش طلعوها دومينو ريسيسيف؟ شحالك بعد؟ انت مين السيرة ريسبونسابل دومينو دومينو ريسيسيف؟ شوف شو عطينا حل هون ايه ربي يتكلم عندي فكرة نرمين عندكش حل الفي صحيح الكوبل هذا وبيدو جايب طفلة ملد صحيح ولا شو بتورث مع عند امها طفلة تورث اكس اقل قلناها سان صحيح ولا وشنو ورثت عند بوها بوها شو عنده أم عطتها إكس أدو سمحت أم عندها إكس أدو أم عندها إكس أدو سيبليك أم عطتها إكس أدو وبوها شطاها إكس أعان والأدو سان نعرفوها الأدو سان والأم ملاد وجات ملاد دونك شكون غالب هنا؟ الأعان لا عادي الأعان هي الملادية أي صحيح دونك لا الملاد دومي للسان من غادي تولي عنا لا ليل ملاد اللي هو مش مقلوبين مش مشكل فهمت ولا ما يقلقش راه مش معنى كيف مش اكس ا 1 اكس ا 2 اوكي نحطهم لك زي اكس ا 2 ماهوش غلط حتى انا مش غلط لو دومينو راهو في ليزاليل هذاك بار كونفونسون في التروازيام اني قالوا لكم ودومينو من الفوق هذاك جيت في تقرا في الدي بي ديزن في الباك وتعمل لي هكاك تاخذ صفر حتى مربوط يبدا فما دو زاليل تشوف حاصل قصه طويله هي تو بون اسم دومينو اللي تشوف دومينو تحطه من الفوق ولا من الوتر باهي مش مشكل خلي هكاك لا امشي بالطريقه نتاعك مش غلط انا حبيت نقول لك في العموم صحيحه اللي قلت لك لا دو لا مالادي ادومين لا ليل سا اللي هو ادو اوكي صباح الخير اخ كيستيون تاو قالك بليسيزي سي دو ميدسان بو راسيوري لو فيتور جيمو جي ان جي دو نرجع للجيمو نجم يكون لي جيمو تاع باهي الجي ان شنو نجم يكون شان دو جيان X A 1 Y دونك عند لا لا X A 2 X A 2 Y X A 2 Y دونك يكون M مال كيف نوع سا اللي هو عنده A 2 صحيح ولا أخته شو شكون شكون هيتيروزيغوت X A X A 1 X A 1 X A 2 A 2 شكون كيف نيا اون في كي مالاد خاطر مالادي قلنا دومينونت صحيح ولا
Donc, j'aurais la souhaite. Donc, pour les jobs, quand même, l'inquiétude du couple est justifiée. Et justifié à la chose justifié pour j'ai deux bacs ça va inchallah tu connais Mustafa si on s'aide سكول فور عملنا تو سيونس ونزيد نخدموا بعضنا ونحاولوا نضيف لكم اشياء جديده نعاونوكم وهذا كان مطلوب منا راكم انتم باش تخدمونا بالاسئله نتاعكم اوكي شكون عنده سؤال فيكم يا جماعه اي اسراء نرمين ربيع محمد الو لا مشي. مشي. تكونوا استفدتوا الناس كل؟ أي استفدنا مشي عايشك. وإن شاء الله مرة جاية نعم ياجي كيكة نورو دخلت. وعلى بروشين وعلى خير. صباح على خير. على خير. على خير مشي. نشكر كل ما تبعنا من الكلام ذا اللي حتى مش تابعين البلاتفورم. إن شاء الله مرة جاية يكون عنا الإضافة ونعاونكم. ونشكروا أنويا اللي أتاحتنا الفرصة باش نعاونوا كلمتنا وربي نجح الناس كل